بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اهلا وسهلا بكم في قناتكم. لاول مره اشوف القناه اتمنى تضغطوا على كلمه اشتراك وتفعلوا الجرس وكمان تعملوا لايك للفيديو لمزيد من فيديوهات الاسكان الاجتماعي. صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه بان هناك اقبالا هائلا على سحب الكراسات لحجز 125 الف وحده سكنيه كامله التشطيب يطرحها صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لمحدود الدخل ومتوسط الدخل ضمن مبادره الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأوضح وزير الإسكان أنه تم خلال 4 أيام سحب 160 ألف كراسة شروط، وذلك منذ فتح باب الحجز لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة يوم الاثنين الماضي. ودعا وزير الإسكان جميع المواطنين إلى عدم التزاحم على مكاتب البريد لسحب كراسات الشروط، مؤكدا أنه يتم طباعة أعداد كبيرة من كراسات وهناك تكاليف بطباعة المزيد من كراسات الشروط وتوفيرها لكل مواطن يرغب في الحجز، مشددا على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا عند التقدم لسحب الكراسات من مكاتب البريد وأهمها ارتداء الكمامات. وقالت الدكتورة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حتى الآن قام أكثر من 26 ألف مواطن بسداد مقدمات جدية الحجز، مؤكدا أن باب الحجز وسحب كراسات الشروط وسداد المقدمات مستمر حتى يوم الاثنين الموافق 7/12/2020. وأضافت الرئيس التنفيذي للصندوق أنه يتم طرح 100 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب بمشروع الإسكان الاجتماعي لمحدود الدخل في 12 مدينة جديدة: بدر، حدائق العاصمة، حدائق أكتوبر، أكتوبر الجديدة، منطقة غرب المطار، 15 مايو، العاشر من رمضان، العبور الجديدة، السادات، المنيا الجديدة، أسوان الجديدة، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة. ويحظر شراء الوحدات نقدا ويتم السداد بنظام التمويل العقاري بسعر عائد 7% سنويا متناقصة لمدة تصل إلى 20 عام، ويكون الحد الأقصى لقسط التمويل لا يتجاوز عن 40% من صافي الدخل الشهري بزيادة سنوية تصل إلى 7%، حيث يتم حسابه طبقا لسعر بيع الوحدة والدخل والسن لصاحب الطلب. وأوضحت أنه يتم طرح وحدات إسكان اجتماعي بمساحة تصل إلى 75 متر غرفتين وصالة ومطبخ وحمام بمقدم جدية الحجز 12500 جنيه بخلاف 350 جنيه مصروفات إدارية لا ترد ولا تسترد، ومبلغ الدفعة الواحدة للدفعات ربع سنوية 12 دفعة 2100. كما يتم طرح وحدات إسكان اجتماعي بمساحة تصل إلى 90 متر 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام بمقدم جدية الحجز 15500 جنيه بخلاف 350 جنيه مصروفات إدارية لا ترد ولا تسترد، ومبلغ الدفعة الواحدة للدفعات ربع سنوية 12 دفعة 2600 جنيه، بالإضافة إلى سداد 5% من إجمالي سعر البيع النهائي للوحدة لوديعة الصيانة، ويتم سداد نحو 85% من باقي إجمالي سعر بيع الوحدة النهائي بالتمويل العقاري. وأشارت الدكتورة مي عبد الحميد إلى أن الشروط الواجب توفرها في المتقدمين لحجز الوحدات الإسكان الاجتماعي تشمل أن يكون المتقدم شخصا طبيعيا مصري الجنسية، لا يقل سنه عن 21 عام ولا يزيد عن 50 عام في تاريخ نهاية الإعلان، ويكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1500 جنيه، وأن يكون المتقدم من منخفض الدخل ولا يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادره إلى 72 ألف جنيه سنويا للأسرة بما يعادل 6000 جنيه شهريا، وعن 54 ألف جنيه سنويا للأعزب بما يعادل 4500 جنيه شهريا، ولا يحق للمتقدم أو الأسرة أو الزوج أو الزوجة أو الأولاد الكسر التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدينة الجديدة والمحافظات في الإعلان واحد، وألا يكون قد سبق تخصيص له وحدة سكنية أو قطعة أرض، أو للزوج أو الزوجة أو الأولاد الكسر أيا كان نوعها بالمدينة الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها أو بالشراكة. وأضافت الدكتورة مي عبد الحميد أن يشترط أن تكون المتقدم من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المتقدم بها أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملا أو بإحدى المدن الجديدة التابع لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها، ويلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدة الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو دائم ومنتظم لمدة 5 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة من مجلس إدارة صندوق، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح المباشر والغير مباشر
وتكلفة دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقا لأحكام القانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن، مع العلم بأنه يتم التخصيص إلكترونيا عن طريق قرعة عشوائية بالحاسب الآلي، وفي حال زيادة عدد الحاجزين عن عدد الوحدات المتاحة بالمدن المعلنة تكون الأولوية طبقا للترتيب الآتي: المتزوج ويعول، الأرملة وتعول، المطلقة وتعول. الأولوية للأصغر سنا في حال تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر ثم المتزوج، والأولوية للأصغر سنا ثم الأعزب، والأولوية للأصغر سنا. وأشارت مي عبد الحميد إلى أنه يتم أيضا طرح 25,000 وحدة سكنية كاملة.